السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hello Arabic learners, how are you? Today we are going to learn new sentences. So I'm going first to read the sentence and then I will translate it into English to help you understand the meaning clearly. So are you ready? Let's start. سوف أعاود الاتصال لاحقا. I will call back later. سوف means I will. أعاود الاتصال call back لاحقا later. سوف أعاود الاتصال لاحقا. I will call back later. هل يمكنني أن أخذ رسالة؟ هل يمكنني means can I أخذ take رسالة a message. هل يمكنني أن أخذ رسالة؟ Can I take a message? هل يمكنني أن أخذ رسالة؟ Can I take a message? هل تريدين مشروبا باردا؟ هل تريدين would you like مشروبا drink باردا cold. So هل تريدين مشروبا باردا؟ Would you like a cold drink? هل تريدين مشروبا باردا؟ Would you like a cold drink? أي رياضة تمارس؟ أي what رياضة sports تمارس do you do? So أي رياضة تمارس؟ What sport do you do? أي رياضة تمارس؟ What sport do you do? مساء الخير، هل يمكنني أن أساعدك؟ So مساء الخير، good afternoon. هل يمكنني can I أن أساعدك help you. So مساء الخير، هل يمكنني أن أساعدك؟ Good afternoon. Can I help you? مساء الخير. هل يمكنني أن أساعدك؟ من هو كاتبك المفضل؟ Who's your favorite writer? So من هو who is كاتبك writer المفضل favorite. So من هو كاتبك المفضل؟ Who's your favorite writer? من هو كاتبك المفضل? Who's your favorite writer? ماذا تريد من أجل عيد ميلادك? ماذا تريد من أجل عيد ميلادك? What would you like for your birthday? So ماذا تريد means what would you like? من أجل for عيد ميلادك your birthday. ماذا تريد من أجل عيد ميلادك؟ What would you like for your birthday? هل تحبين أو هل تحب الحيوانات؟ هل تحب means do you like الحيوانات means animals. So هل تحب أو تحبين الحيوانات؟ Do you like animals? هل تحبين الحيوانات؟ Do you like animals? هل يمكنني أن أحصل على كأس من الماء من فضلك؟ هل يمكنني أن أحصل على كأس من الماء من فضلك؟ Could I have a glass of water please? So هل يمكنني means could I have means أن أحصل على كأس a glass من الماء of water من فضلك means please. So هل يمكنني أن أحصل على كأس من الماء من فضلك؟ كيف تريدين قهوتك؟ How would you like your coffee? So كيف تريدين how would you like قهوتك your coffee. كيف تريدين قهوتك؟ How would you like your coffee? سوداء بدون سكر من فضلك.
So سوداء means black بدون سكر no sugar. من فضلك please. So سوداء بدون سكر من فضلك. Black no sugar please. سوداء بدون سكر من فضلك. Black no sugar please. هذا لذيذ هذه لذيذة. هذا لذيذ هذه لذيذة means this is delicious. So هذا means this is لذيذ delicious. This is delicious. هذا لذيذ. هل يمكنني أن أرى قائمة الوجبات من فضلك؟ So هل يمكنني can I أرى see قائمة الوجبات the menu من فضلك please. So can I see the menu please. هل يمكنني أن أرى قائمة الوجبات من فضلك. Can I see the menu please. هل يمكنني أن أرى قائمة الوجبات من فضلك. هل يمكنك أن تقرضني بعض المال من فضلك. هل يمكنني means could you أن تقرضني lend me بعض المال some money من فضلك please. So هل يمكنك أن تقرضني بعض المال من فضلك. Could you lend me some money please. هل يمكنك أن تقرضني بعض المال من فضلك. Could you lend me some money please. إلى هنا ويكون قد درسنا لهذا اليوم انتهى. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. دمتم في أمان الله وحفظه وإلى اللقاء. Thank you for watching and goodbye.